كده ظاهر قدامكم الكتاب. آمن. ماشي، المفروض احنا في الفيرست تيرم خلصنا الفيرست ليسون اللي هي الايه الراشنال نمبر، ويونت 2 بتتكلم عن الالجبرا. بداية بقى معرفتك بالالجبرا وكده، فحاول تركز من الاول عشان يبقى الموضوع بالنسبة لك بعد كده سهل. يونت 2 فيها 9 ليسونز. ليسون 1 هنحاول نخلصه كله النهارده، algebraic terms and algebraic expressions. نحاول نتعرف عليهم ونعرف الفرق ما بينهم. بعد كده ناخد الاوبريشن بقى عليهم، الادينج والسبتراكتنج مالتيبلاينج ديفايدنج، ده كل اللي في اليونت يعني. فنعرف النهارده ان شاء الله يعني ايه algebraic term والجبريك اكسبريشن. هو الموضوع بسيط في الاول كده، يعني مثلا كان زمان بيقول لي مثلا 3 بلس 2 ايكوال كام؟ ايكوال 5. طيب تريانجل بلس 2 ايكوال 5، ماشي، او اكس بلس 2. مستر نعم ماشي، مستر ينفع تتأكد بس من الأول تاني؟ ماشي. في اللي هي الالجبريك ديت بقول لك يعني الموضوع بسيط كده في الاول، عباره عن ايه، مجرد ان انا بغير الايه النمبرز واحط بدلها يا اما احط سيمبل يا اما احط ليترز. يعني 3 بلس 2 ايكوال 5، انا هشيل ال 3 دي واحط لك تراينجل مثلا، تراينجل بلس 2 ايكوال 5، يبقى التراينجل ده بكام كده يعني. خلاص، او اشيل التراينجل واشيل النمبر واحط لك ليتر اكس، اكس بلس 1 ايكوال 4، يبقى الاكس ده بكام كده يعني. بحاول اشيل النيوميريكال اللي هي النمبرز واحط بدلها سيمبل او ليترز. خلاص، يبقى انت كده دخلت في الايه في الالجبر. بيقول لي لو انا مسكت حاجه اسمها 3x دوت، يعني ايه 3x؟ قال لي 3x ده بيتكون من حاجتين، اول حاجه 3، تاني حاجه الاكس. الثري اللي هو بيبقى النمبر اللي قدام الاكس، زي مثلا معايا 3 سندوتشات، خلاص، او ثري بنز. مين اللي بيتكلم؟ ريتال؟ صوتك بيقطع يا ريتال، قولي تاني. نعم، طيب كله كده سامعني ولا انا اللي مش سامع ريتال ولا ايه؟ ايه مستر، انا سامعك مستر، انا سامعك. ماشي، يبقى هي ريتال عندها مشكلة تقريبا في الانترنت. بيقول له انا عندي حاجة اسمها 3x، 3x دي بتتكون من حاجتين، اول حاجة 3 دي اسمها ايه اللي هي بالدايرة الحمراء، والاكس اسمها ايه؟ ال 3 قال لي اسمها نيوميريكال فاكتور، نيوميريكال فاكتور اللي هو نمبر يعني، نيوميريكال فاكتور. طب الاكس ده بسميه الجبريك فاكتور، الجبريك فاكتور. طب الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ الجبريك تيرم. ماشي، يبقى الالجبريك تيرم ده بيبقى فيه حاجتين، نيوميريكال فاكتور اللي هو نمبر، والجبريك فاكتور اللي هو لتر او سيمبل، والاثنين مع بعض اسمهم الجبريك تيرم. حد فاهم اول جزء؟ مستر، نعم. هي دي يونت 2؟ يونت 2 ليسون 1، صباح الفل. ماشي، اكمل. ايوه ماشي. الريتال كنت عايزة حاجة؟ النت لا عندك يا فيه مستر، مشكلة؟ اللينك. ماشي، احنا اه يا مستر، كل يكفي واطلع. ماشي معلش، احنا ما قلناش غير 3x، 3 numerical factor وال x algebraic factor، والاثنين مع بعض اسمهم algebraic term. خلاص كده؟ خلاص نعم. محمد هاني عايز حاجة؟ لا يا مستر.
بس انا عايز اعرف لما يجي الاكزامبل هيجي على شكل ازاي او على شكل ايه. هقول لك دلوقتي بالي الالجبريك تيرم ده هل ممكن يبقى اسمه مثلا زد؟ هل ده الجبريك تيرم؟ هل بيتكون من نيوميريكال فاكتور والجبريك فاكتور؟ الزد ده في قدامه هنا نيوميريكال فاكتور؟ مفيش، بس هو معروف ان هو 1 بس ما بكتبوش. خلاص، يعني الزد ده لوحده يعتبر الجبريك تيرم. ليه؟ النيوميريكال فاكتور بتاعه 1 بس ما بكتبوش، والالجبريك فاكتور اللي هو الزد يبقى ده اسمه الجبريك تيرم. طيب هل 5 دي تعتبر الجبريك تيرم؟ بشوف هل في نيوميريكال فاكتور؟ ال 5 اهو. لا. طب هل في الجبريك فاكتور؟ هل في اي بي سي او اكس او سكوير او اي حاجه؟ قال لي في بس باور 0، يعني في اكس مثلا باور 0، اي حاجه باور 0 ب 1، ف 5 ملتبلاي 1 ب 5، فايه مش لازم اكتب الاكس باور 0، فال 5 برضه تعتبر ايه؟ الجبريك تيرم. ماشي كده، يبقى الزد مستر الجبريك تيرم. نعم مستر، هو مكتوب نيجاتيف 5 صح؟ نعم في نيجاتيف 5. نيجاتيف 5 مالها؟ يعني مستر لما يطلع لي اكس اعمل تبقى 5 1 عادي؟ لو 5 اكس وقال لي الاكس ب 1 بعمل اشيل الاكس واحط بدلها 1، 5 ملتبلاي 1 خلاص، يعني 5 اكس دي اللي هي 5 ملتبلاي اكس. ماشي، ليه ملتبلاي 1؟ ليه ملتبلاي 1 او ملتبلاي 2 على حسب ما تطلع، بس هي هنا مفيش اكس فبعتبرها الجبريك تيرم برضو. طب فين الاكس؟ ما مش موجود الجبريك فاكتور، الاكس ده مش موجود. ماشي، قال لي لا هو موجود بس باور 0، واي حاجه باور 0 ب 1 فاقدر اشيله، 5 ملتبلاي 1 ب 5 فخلاص بكتب 5 بس. يبقى لو في نمبر لوحده اقدر اقول عليه الجبريك تيرم، في اكس لوحده اقدر اقول عليه الجبريك تيرم. طب لو في 2xy هل ده الجبريك تيرم ولا لا؟ قال لي برضه الجبريك تيرم. ال2 ده نيوميريكال فاكتور، والاكس الجبريك فاكتور، والواي الجبريك فاكتور. خلاص كده كله عرف يعني ايه الجبريك تيرم. مستر الواي اسمها ايه؟ الواي اسمها مش هي الليتر اسمها الجبريك فاكتور. اي ليتر اسمه الجبريك فاكتور، لكن لو نمبر اسمه نيوميريكال فاكتور. خلاص كده الجبريك فاكتور اللي انا مش عارف هو بكام. طب مستر لكن نيوميريكال انا عارف هو بكام. نعم يا محمد. في الاكزامبل رقم 2 اكزامبل 2، طب نحل اكزامبل 1 وادخلك على اكزامبل 2. ماشي، لا انا مش قصدي ده، قصدي اللي هي اللي انا كنت كاتبه النقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي فور اكزامبل. فور اكزامبل ايوه في النقطة الثانية اللي هي 7 زد باور 2. ماشي دي ايوه يا مستر. ماشي 7 زد باور 2 بتتكون من ايه؟ ال 7 اسمه ايه؟ نيوميريكال فاكتور، والزد ده اسمه ايه؟ الجبريك فاكتور. طب هي مش زد، ده زد باور 2 معناها زد زد صح؟ صح. فقال لي الزد ده الجبريك فاكتور، والزد الثانيه دي برضه ايه؟ الجبريك فاكتور، بس انا ما بكتبهاش زد زد كده، بكتبها 7 زد باور 2 خلاص. ماشي، نفس فكرة الاكس واي اللي انا كنت كاتبها. يعني الناتج هيطلع ايه؟ مفيش ناتج، انا بقول لك دي اسمها الجبريك تيرم، ما قلتلكش ايكوال كذا او ده بكام، لا انا عايزك تعرف بس ده اسمه الجبريك تيرم. تمام كده؟ بقول لي write the algebraic term that represents the area of each of the following shapes. اول شيب دوت اللي هو ريكتانجل، عايز الاريا بتاعته. الاريا دي اللي ايه؟ length time width length time width length time width.
طيب اللينث باكس اهو والويث ب2 يبقى 2 ملتبلاي اكس صح؟ صح. 2 ملتبلاي اكس بكام؟ قلت ينفع اشيل الملتبلاي دي واحط 2 اكس بس خلاص. طيب الاريا بتاعت الترينجل فاكرين هاف تايمز بيز تايمز هايت. طيب هاف البيز بكام؟ ينفع تكون الواي او الزد عادي. هاف تايم واي اللي هي هاف واي تايم زد يعني بحط الزد على طول بس. هاف واي زد. ها حد ليه سؤال لحد دلوقتي؟ لا يا بس ماشي. لازم ما تعديش نقطه في الدرس ده لان ده الدرس اللي هيتبني عليه كل اليونت بعد كده. لا يا في اي حاجه تحس انها غريبه وقفني. ايه ده؟ دي جت منين؟ بكتبها ازاي؟ حطيتها ليه كده؟ اسال عن كل حاجه يعني. ده اكزامبل 1. بعد كده حاجه اسمها the degree of the algebraic term. يعني ايه degree؟ يعني في مصر هنا في او في اي حته في العالم موضوع الشرطه والجيش بيبقى فيه رتب، ملازم اول، ملازم تاني، نقيب، مش عارف، رائد، مقدم، عقيد كده يعني. والموظفين الحكومه برضو في درجه اولى ودرجه تانيه ودرجه تالته ودرجه رابعه. في الالجبريك تيرم في برضو ديجري، يعني في رتبه. ايه الرتبه دي؟ بيقول لي هو الباور، يعني 5 اكس باور 3 مثلا. فين هنا الديجري؟ بروح للالجبريك فاكتور ولا النيوميريكال فاكتور؟ قال لي لا الالجبريك فاكتور اللي هو مين؟ الاكس ده. الباور بتاعه بكام؟ الباور اللي هو النمبر اللي مكتوب صغير فوق على اليمين ب 3، يبقى ده الثيرد ديجري. تمام كده؟ تاني محمد مصطفى 2x ايه الديجري بتاعتها؟ 1. ببص على الباور هنا ده مش مكتوب حاجه، يبقى 0 ولا 1؟ لو 0 مش هيكتبه اصلا، مش هيكتب اكس ده خالص لان اي حاجه باور 0 ب 1. فما دام هو مش كاتب حاجه يبقى 1، يبقى ديت الفيرست ديجري. تمام كده؟ طيب ريتال 4 باور 2 اكس باور 5 ايه الديجري بتاعتها؟ الاكس باور 5. الفور باور 2 والاكس باور 5، يبقى ده انهي ديجري؟ الاكس. ماشي ببص للاكس، ماليش دعوه الفور، 4 باور 2 يعني 16 ملهاش علاقه، لكن ببص للاكس، الاكس باور 5. الباور هنا كام؟ 5. يبقى 5 ديجري. ماشي كده؟ 5 degree. 5th درجة الخامسة. تمام. طيب محمد هاني اديك يا مستر صعبة شوية. 7 x باور 2 y باور 2 ايه الديجري بتاعتها؟ 2. 4. ممتاز. دي باور 2 ودي باور 2، انا ببص للالجبريك فاكتور اللي هو الاكس والواي اللي هم لتر، ماليش دعوه بال7. ده 2 وده 2 بعمل لهم بلس يعني 4. فيري جود، برافو عليك يا محمد. طب مرنا اصعب واحده بقى 8 باور 3 ديجري. لا انا قلت لك ده نيوميريكال فاكتور، مش ببص على الباور بتاعه. 8 باور 3 ده يطلع 524 عادي، لكن انا اللي يهمني الاكس والواي او الزد او اي لتر. يعني اللتر اللي هنا باور كام يا مرنا؟ 3. اللتر هو فين اللتر؟
letter. letter يعني حرف. في حرف بالانجليش هنا؟ لا. يبقى power كام؟ يبقى الديجري بتاعته كام؟ 3. احنا قلنا ده النيوميريكال فاكتور، ماليش دعوه بالباور بتاعه. ماشي. طيب انا انت قلتي مفيش اكس، هو بصراحه فيه بس انت مش شايفاه. في الاكس موجوده بس باور كام؟ زيرو. زيرو، عشان كده ما بكتبهاش. ما ينفعش اكتب حاجه ملهاش لازمه، ممكن اخسر الشركه بتاعتي. زي باب الشقه مثلا، واحد يكتب عليه باب الشقه، ما هو معروف كده بيخسر المصنع اللي هو شغال فيه. فاكس باور 0 ب1، مش هكتب انا اكس باور 0، ما هي ب1 ملهاش لازمه خلاص، فعشان كده ما بحطهاش. لكن يعني عارف كام بقى، يعني يطلع كام بقى؟ يعني 0 ديجري. ماشي كده. تمام. في حد ليه سؤال في كل الانواع اللي احنا كتبناها بتاعت الديجري دي؟ لا تمام لغايه دلوقتي. مستر ممكن تعيد باور 3؟ طيب حاضر. هو بيقول لي الديجري ده خاص بالالجبريك فاكتور اللي هو اكس واي ام A B كده يعني. طب لو في 7 باور 3، ماليش دعوه بال 7، 7 باور 3 ده 343 خلاص، مش هيبقى لي باور اصلا، هو كده كده هيطلع نمبر تاني. فما ببصش للباور بتاعه، انا ببص للباور بتاع الليتر اللي جنبه. طب هل في ليتر جنبه يا ريتال ولا مفيش؟ مفيش. انا مش شايفه بس هو بصراحه موجود. اللي هو ايه بقى؟ بيقول لي جنبه مثلا اكس باور 0 او واي باور 0 او اي حاجه باور 0، بس انا مش بكتب الايه؟ الاكس باور 0 ليه؟ لانه ب1 و7 ملتبلاي 1 خلاص هتطلع زي ما هي 7 باور 3، فما بكتبهاش. ماشي. بس انا عارف ان الباور اللي هنا كامل الليتر 0، فبقول عليها 0 ديجري. وصلت ولا لسه يا ريتال؟ تمام يا ريتال؟ تمام يا مستر. ماشي. يبقى كده خلصنا الايه؟ الالجبريك تيرم. تعالوا بقى كل واحد يحل حاجة في التيبل ده. يلا محمد، وبعدين ميرنا، وبعدين ريتال. محمد بيقول لي الكوفيشنت، كوفيشنت اللي هو الايه؟ النيوميريكال فاكتور. النيوميريكال فاكتور اللي ده كام؟ 5. نعم. النيوميريكال فاكتور 5. ممتاز. 5. الديجري، الديجري بكام؟ 1. Very good. ميرنا 3xy. ايه الكوفيشنت؟ 3. 3 ممتاز. الديجري عشان ما ازعلش، 1. هزعل كده 0. انا زعلت خلاص. الاكس هنا باور كام يا ميرنا؟ 1. والواي باور كام؟ 0. فين الزيرو؟ لو زيرو مش هكتبها. 1 برضو صح؟ اه. طيب بعمل لهم بلس بقى الاثنين. 1 بلس 1 كام؟ 2. ممتاز. بس كده عرفتيها؟ ميرنا تمام؟ ايوه. ها الريتال اللي بعده. يلا يا ريتال. يا ريتال. أي مستر. الكوفيشنت.
مصر رسالة العيد. ماشي قول يا محمد. ال 5 نيجاتيف 5 ال ديجري 2 2 صح. ميرنا ايوه بسرعة يا ميرنا. فور الباور عشان ما زعل. كم؟ 3 صح ممتاز. محمد نيجاتيف 2 الباور 4 اكسلنت. ريتال يا ريتال طب قولي يا مرنا. ايوه مستر صوتها بيقطع يا مستر. طب قولي طب اكتبي يا ريتال لو تقدري تحلي اي واحده في دول. طب قولي 15 a باور 3 b الكوفيشنت بكام؟ اوكي قولي اللي بعدها يا مرنا على ما هي ما تكتب. وان الديجري وان ممتاز. غلط يا ريتال الديجري غلط. قولي يا محمد four. اللي بعد نيجاتيف 4 ماشي 0 ممتاز. ريتال اخر واحد. طب قوليها يا ميرنا على ما هي ما تخلص بتاعتي. نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 لا ده على بعضه. نعم نيجاتيف 3 باور 2 بكام؟ ناين. لسه تحسب الكالكوليتر؟ لا انا اصلا مش ماسكه الكالكوليتر. طب الديجري عشان ما ازعلش. زيرو ممتاز برافو عليك. ماشي ريتال برافو عليك صح. بعمل بلس للباور ده 3 وده 1 بعمل لهم بلس. طب الجبريك اكسبريشن ده اللي هو ايه بقى؟ الالجبريك تيرم قلنا اللي هو اكس واي 5 2 اكس واي 3 زد باور 2 كده يعني. ماشي محمد مصطفى الحمد لله على السلامة. معلش يا مس الجهاز قطع عندي فخرجت ودخلت تاني. حاسس ان انت رحت اكلت سندوتش وجيت بصراحة. لا ماشي. طب انت لحقتنا اهو كويس في الالجبريك اكسبريشن. الالجبريك اكسبريشن ده احنا قلنا لو 2 اكس ده اسمه الجبريك تير. طيب ماينس 5 زد باور 2 ده برضه اسمه الجبريك تير. ال 4 لوحده الجبريك تير. بيقول لي لو حطيتهم كلهم جنب بعض كده بسميهم ايه؟ الجبريك اكسبريشن. يبقى الجبريك اكسبريشن ده عباره عن كذا الجبريك تيرم او ممكن واحد لوحده. يعني 5 اكس ده الجبريك تيرم برضه اقدر اقول عليه الجبريك اكسبريشن. لو حطيت جنبه 2 برضه الجبريك اكسبريشن. حطيت جنبه زد برضه الجبريك اكسبريشن. يبقى الجبريك اكسبريشن ده عباره عن كذا الجبريك تيرم او ممكن واحد لوحده. خلاص كده. بيقول لي 3 اكس مثلا ده الجبريك اكسبريشن فيه ترم واحد بس اللي هو 3 اكس. طب 5a plus 3b برضو algebraic expression عنده ايه؟ two terms اللي هو بيسميه binomial. اما الاول واحد ده اللي هو واحد بس اسمه monomial. ماشي لو هما اتنين اسمها binomial اللي هو 5a و 3b.
طب 5y باور 2 بلس 2xy ماينس 3x دوت برضو الجبريك اكسبريشن بس في 3 تيرمز 3 تيرمز بسميها ايه تراينوميال يبقى اول واحد مونوميال لو واحد بس تاني الجبريك اكسبريشن لو هما 2 تيرم باينوميال تالت واحد لو هما 3 بسميها ايه تراينوميال خلاص كده example 2 will write the algebraic expression that expresses each of the following the length of AB ايه length بتاع AB دوت عبارة عن AC plus S plus CB AC بكام اللي هو X وCB اللي هو Y يعني اقدر اقول عليه X plus Y طب the area of shaded part area of shaded part عندي حيطة كده وقام عامل شباك كده هاخد الايه الاريا بتاعت الحيطة كلها ماينس الاريا بتاعت الويندو اللي هو فتحها دي بتاعت الحيطة كلها كام اكس ملتبلاي واي يعني اكس واي ماينس السكور اللي هو فتحه اللي هو 1 ملتبلاي 1 ماشي كده حد مش فاهم انا عملت ايه ماشي بس اللي مش فاهم يرفع ايده ويقول اتفضل يا مرنا انهي جزء مش فاهم بتشاوري بيقول لي الاريا اوف شادد بارت اللي هو الشادد ده اللي هو ايه متلون تقريبا كان باصفر او كده وده بابيض لو انا عايز احسب الاريا بتاع الشادد برضه بحسب الاريا كلها بعدين اقص منها اللي انا ايه اللي انا خدته ده ماشي زي ما يعمل لي مثلا سيركل كده بعدين يجي يقول لي انا ايه هفتح فيها فتحه كده لو انا عايز احسب الاريا اوف شادد بارت احسبها ازاي قول يا مر ولا انت رافع ايدك بس كده محمد هاني هو مش فاهمها يا مستر اللي هي بتاعت رقم 1 اللي هي مستر عملت ده بلس ده ايه ده ايه AB كلها على بعضها بكام عبارة عن جزئين الجزء الاولاني اللي هو طيب. AC والجزء الثاني CB AC ده اللي هو بX والCB اللي هو يعني X وعايز نعمل لهم عايز اللينس طولها ماشي طيب قلت الجزء الاولاني بلس الجزء الثاني طب الشادد اريا بقول لو انا عندي ايه سيركل كده وجيت عملت له فتحه زمان كان في حاجه اسمها ربع جنيه مخروم في مصر ربع جنيه ده كان بيبقى شكله عامل كده ماشي كانوا بيعملوه ازاي لو انا عايز احسب الاريا اللي باقيه هنا دي بحسبها ازاي بحسب الدايره الكبيره السيركل الكبيره دي احسب الاريا بتاعتها واحسب السيركل الصغيره اعمل لهم ماينس ماشي نفس الموضوع هنا احسب الاريا بتاع الشكل الكبير ده تمام والجزء المتظلل اللي هو ده ده الجزء المتظلل هو عايز الاريا بتاع الجزء المتظلل ده فانا بحسب الاريا بتاع الايه كان دي حيطه كبيره كده وفتحت فيها ايه عشان احط تكييف مثلا شباك بحسب الاريا بتاع الحيطه كلها وبقول للراجل سيب المكان ده فاضي ما تحطش فيه طوب وكده عشان نعمله ايه مكان للتكييف فانا عايز احسب المساحه عشان احاسبه بقى بحسب الاريا بتاعت كانه حط طوب فيها هم كلهم واشيل منها الايه الجزء بتاع الويندو ده الاريا بتاعت الريكتانجل عباره عن لينث تايم ويث اللي هو اكس تايم واي
تمام يا مرنا. ماينس اشيل بقى الايه الاريا بتاع الشكل ده، الاريا بتاع الشكل ده ده سكوير كله 1 1 1 1 يبقى سكوير. الاريا بتاع السكوير اللي هو سايد تايم سايد 1 تايم 1 1. مين لسه مش فاهم؟ محمد هاني رفع ايدك، عايز حاجة ولا مش فاهم ولا ايه؟ لا انا خلاص نزلت ايدي. ماشي رجعتك، يلا بينا نكمل. The degree of algebraic expression دي تقريبا ايه تبقى اخر حاجة في الدرس يعني. degree of algebraic expression بحسب كل algebraic term لوحده واشوف مين اعلى ديجري فيهم. يعني مثلا بروح ل 5x minus 3 بقسمهم جزئين، ما دام في بينهم بلس وماينس يعني ايه فصلهم كده، ده الجبريك تيرم وده الجبريك تيرم. 5x الديجري بتاعه بكام يا ريتال؟ الديجري هنا بكام؟ ماشي يا ريتال. قاعدة عندك يا مرنة ولا ايه؟ ولا انت اللي جاوبتي كده من نفسك؟ لا انت اللي تطوعتي. طب تطوعي وقولي التانية بقى، الثري ده الديجري بتاعتها بكام؟ كتير. ممتازة. مين الكبير، الوان ولا الزيرو؟ وان. يبقى اقول عليها دي الفيرست ديجري. ماشي، يبقى بشوف للالجبريك تيرم ده والالجبريك تيرم ده وباخد الكبيرة. محمد مصطفى قول لي الالجبريك الالجبريك اكسبريشن ده ايه الديجري بتاعته؟ سكند ديجري. سكند ديجري ليه بقى؟ عشان اكس بسكند ديجري، عشان ده بتو وده ب1 وده ب0، هو اختار اعلى واحد 2. ماشي محمد هاني. اي مستر يلا عايزين نشوف الديجري بتاعت الالجبريك اكسبريشن ده. قولي. لا بحسبها، استنى. ماشي بمسك اول واحد ده بشوف الالجبريك الترم دوت الديجري بتاعه بكام، وده بكام، ده ب2 وده بكام. بس انا مستر كان اللي هو اللي بتاعنا. نعم ده السهم. اه 3 3 وده بكام؟ 2. مين الهايست ديجري فيهم؟ تري. يبقى ثيرد ديجري. كله فهمها كده ولا في حد عنده مشكلة؟ لسه نمبر 3 لسه محمد هاني حل مش فاهماه. محمد هاني اشرحها لنا بقى. بص هو عايزنا نطلع الديجري بتاع كل واحدة، فالديجري بتاعت الأول تطلع بتو ليه؟ لانها مستر ال A بون وال B بون فبعمل لهم بلس طلعت 2. حد مش فاهم دي؟ لا تمام كمل يا محمد. طيب ورقم 2 تطلع ب 3 لانها ال A الديجري بتاعتها 2 وال B الديجري بتاعتها 1، فنعمل 2 بلس 1 تطلع 3. كم؟ والبي عايز الديجري بتاعها اللي هو 2 وعايز الهايست ديجري يبقى هيطلع 3. حد مش فاهم؟ لا يا بس. ماشي ممتاز يا محمد. لا يا بس. ماشي اكزامبل 3 ريتال سمعنا ولا لسه النت فيه مشكله؟ معاكم يا مستر.
ماشي. بيقول لي arrange the algebraic expression، رتب ال algebraic expression ده according to descending order of the indices of x، يعني رتبهم لي، هات اكبر ديجري في الاول بعدين اللي بعده بعدين اللي بعده كده. مين اكبر ديجري في دول؟ اكبر واحد فيهم اللي هو اكس باور 2 2 اكس باور 3. ممتاز. اللي بعده واللي بعدها اكس باور 2 بس بالنيجاتيف بقى، ما انساهاش الساين بتبقى على شمالها. اللي بعده اه بالنيجاتيف. اوكي اللي بعده 5 اكس نيجاتيف بالبوزيتيف بقى. الفايف اكس دي قدامها بوزيتيف. نيجاتيف 4. ماشي. التابل اللي تحت ده نقوله بسرعة عشان باقي دقيقة بس. التحت؟ لا يا بس تاخدنا الحصص كلها. شكرا يا مرنة. انت خلصت امتحان الدراسات؟ لسه. بعد الحصة دي. طيب عايز اسيبكم طب خلاص مش لازم نحل التيبل، نحله المره الجايه بعدها يا مستر بعد دراسات عربي. لا يا مستر تاخدنا كل الحصص عشان ما ناخدش الامتحان. اه لا طب يا مستر كمل. طب هنقول التيبل ده بسرعه وعشان اسيبكم تذاكروا. ايوه الجبريك اكسبريشن هنا اهو، اتس تيرمز، التيرمز بتاعته هو ترم واحد بس، اول واحد نمبر اوف تيرم 1، اتس نيم بسميه ايه مونوميال، الديجري بتاعته بكام؟ 5 بلس 3 5. ماشي مفيش هوم وورك، ماشي عشان الزوم هيقفل خلال ثواني ما تبقوا عارفين مفيش هوم وورك. وبكره ان شاء الله يبقى ريفيجن على يونت 1 عشان الامتحان تيوزدي ان شاء الله. خلاص خلاص. اوكي محمد مصطفى بقى يقول لي دي بسرعه نمبر اوف تيرمز لدول كام ترم دول؟ راح يذاكر عربي ولا ايه؟ ماشي. اسمهم ايه؟ تراينوميال، مدام 3 تراينوميال. الديجري بتاعتهم بكام؟ 4. ممتاز، ده 3 وده 4 وده 2 يبقى 4. ها محمد هاني كام ترم دول؟ 2 مدام في بلس